يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لا أستطيع الحج لعدم وجود مال لدي، ولكن هناك شخص قال سأقرضك لتحج ثم تسدد على أقساط، فما الأفضل في ذلك، أن أقترض وأحج أو أبقى حتى أستطيع الحج بنفسي؟ الأفضل أن لا تقبل الدين، الأفضل أن لا تقبل الدين والأقساط. الله خفف عنك، قال من استطاع إليه سبيلا، ولو مت ولم تحج لأنك لا تستطيع ما عليك شيء، فلا تتكلف يا أخي، والله وسع عليك. نعم، والدين ما هو سهل، الدين حمل. نعم.